مساء الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقتنا النهاردة. هنشوف مهارات جديدة، هنعمل مع بعض وصفات إن شاء الله تنول إعجاب حضراتكم. هنجهز تجهيزات للعيد بسيطة جدا جدا، هنعمل أنواع من البسكوتات بس مش التقليدية الأساسية، الأساسية جاية معنا في الحلقات اللي جاية إن شاء الله. هنعمل النهاردة الغريبة بس هنعملها الريد فيلفت، وهنقول ممكن نضيف لها إيه وممكن تبقى فيه تغيير للوصفات التقليدية، لكن هيبقى بالأساس اللي إحنا متفقين عليه. هنعمل كمان كوكيز، مش هننسى أصدقائنا اللي بيحبوا الحاجات الهيلثي ياكلوها في العيد وتكون لطيفة، سواء أولادنا أو حتى أمهاتنا أو الناس اللي عندها مشاكل مع السكر. هنعمل النهاردة كمان بسكويت جميل جدا بالشوفان ودقيق القمح، هيبقى لطيف، وبالعسل. هنعمل بسكويتات لطيفة كده، خلينا نشوف كده معانا ايه في حلقة النهاردة. لكن هنبدأ بأول بارت معانا النهاردة، هنعمل بسكويت الشوفان والغريبة الريد فيلفت. ودلوقتي هتنطلق صفارة الحكم وتقول وتعلن عن ابتداء الشوط الأول. يلا بينا نقول ما قدرنا. أول حاجة عندي الغريبة الريد فيلفت، عندي 4 كوبايات من الدقيق. طبعا هنستخدم دقيق متعدد الاستخدامات، وده من الحاجات اللي بتسهل علينا. عايزين تستخدموا دقيق خاص بالكحك والبيتي فور ممكن، الدقيق الفاخر ممكن يمشي مع الغريبة برضو، مفيش مشكلة، اللي هو 72% استخراج. طيب عندي كوبايتين من السمنة، كوبايتين من السمنة، كوباية من السكر البودرة، ربع كوباية من اللبن الباودر، رشة من الملح، لون طعام أحمر جل عشان تديها اللون الحلو ده. للتزيين هنحط إما فستق إما لوز أو كريز المسكر، زي ما حضراتكم تحبوا تزينوها براحتكم خالص. طيب هقول بسم الله وهنبدأ كده نشوف هنعمل إيه النهاردة. بسم الله الرحمن الرحيم. الخطوة الأولى المهمة جدا في الغريبة، أول حاجة لازم السمن يكون ساقع. يعني إيه؟ يعني أنا هاخد السمن دلوقتي أسقع شوية في المعيار بتاعي ده في التلاجة علشان تبقى ساقعة، عشان تديني فوليوم لما أجي أضربها. أولاً الغريبة حساسة جداً، فما ينفعش تسيح وتدوب في إيدي، حرارة الإيد كمان بتفرق. فهقول لحضراتكم التكنيك بالظبط، تطلع معاكم إن شاء الله حلوة وجميلة. هاخد أول حاجة كده السمن مسقعاها، هي أهي ما تبقاش، إحنا طبعاً في الصيف بصوا جامدة إزاي، أهي هتتحط كده على طول، دي طبعاً من المعيار كده. وعندي السكر البودرة، قبل ما هعمل اي حاجة هضرب الاول السمنة لوحدها خلاص، وبعدين افككها من بعض وتبدأ تلين، وبعدين نبدأ نضيف السكر شوية شوية، وده على اساس ان احنا نديها بقى تبدأ لونها، بدل ما هو اصفر زي قدام حضراتكم كده هيبقى اللون ده مدي على ابيض، يبدأ يفتح 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 لما يبقى ابيض. هنضربها بقى كده شويه، خليني اخد سباتولا كده قويه شويه جنبي. يبقى اول خطوه، في ناس ممكن تحط معاها بس انا مش عايزاها تبقى سريعه الفساد، عشان كده انا حطيت اللبن الباودر يديها طعم كده مميز. في ناس بتحبها تعملها عاديه جدا وتحط في النص الكريم تشيز او كريمه الجبنه في النص، بس دي لازم تكون هتتاكل على طول، يعني ما تقعدش فترات طويله عشان اكيد الكريم تشيز دي ممكن تفسد مننا مع الوقت. اهو بصوا حضراتكم بقى بدات السقعيه دي بتحافظ على الشكل، العجينه تفضل جميله وتديني فوليوم اعلى في السمن، فما يبقاش دايب سايح، مش هتبقى حلوه، لازم يكون السمن كده. هفتح كده شوفوا اقوى، وهاخد اللي في الجناب ده مهم قوي. بصوا بدات تفتح ازاي في الشبكه، هو لازم تبقى كده. بسم الله هنقلب بس تقليبه حلوه كمان، وبعدين هبدا اضيف معاها السكر اهو كده اهو خلاص. هحط هنا بقى اضافه السكر البودره شويه كده، ونخلط وبعدين نزود. بسم الله اللون شوية شوية وتبقى كريمي أكتر، هتبدأ تفتح 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 لما اللون يبقى يعني الخفيف الفاتح ده.
طيب كده تعالوا بقى هوري حضراتكم مرة تانية كمان. هنطفي كده وهحط باقي كمية السكر عشان نبقى ايه تمام. بصوا كل شوية اللون بيفتح ازاي لحد ما يبقى لون فاتح شوية اكتر، اقصى حاجة عندها. حطيت بقى كل كمية كده السكر، كوباية كاملة اهي سكر البودرة، ودول كوبايتين من السمنة، وبدأنا ايه ننزل كده ونديها اخر ضربة كمان قوية. وبعدين هنغير الكف بتاعنا، هستخدم بقى الكف بتاع العجن اللي هو ده، دي الأداة التانية بتاعة العجان. أنا دلوقتي معايا الشبكة عشان تخلط العجين على طول. طيب هنخليها هنا، هبدأ بقى أنا أضيف هنا الحليب البودرة على الدقيق، المكونات الجافة، حليب البودرة، وهجيب رشة من الملح، هاخد كده جنبي رشة من الملح، مهمة جدا في الحلويات. هنقلب كده تقليبة سريعة، كده عندي ألوان، الألوان الجل، خلوا بالكم ألوان الجل دي في منها نوعين، نوع مصري ونوع مستورد. هنجيب المستورد، المصري هتفضي الإزازة كلها ومش هتبقى معاكي ليها اللون اللي انت عاوزاه. طيب الألوان اللي هي البودرة ما تنفعش ليه؟ لأنه بتفضلي تضيفي منها بتغير طعم العجين، ما بتبقاش حلوة. طيب عشان أستفيد باللون البودرة لازم أحل اللون، أحل اللون يعني أخفه، أحط له شوية مية وأخليه لون سائل. طب العجينة دي ينفع أحط فيها معاها حاجة سائلة؟ لا، فهي مش هينفع. فخلينا كده إيه، بسم الله الرحمن الرحيم، خليني الأول أشيل الشبك وأعمل كده. بس كمية العجين دي منها، وبعدين هركب هنا الكف عشان دي الأداة التانية، وهاخد كده من اللون ده، هوري حضراتكم بصوا قليل ايه من اللون كده لحد ما نضربها مع بعض ونحط كمية دي ونشوف هتعمل معانا ايه. بسم الله، اللي عايز يطعم الغريبة هنا بشوية من الفانيليا ممكن، حاجة بسيطة قوي هتدي طعم مع السمنة جدا. تعالوا بقى كده نقلب تقليبة ونشوف الأخبار. بسم الله، بنشف الغريبة. بيسألوني بيقولوا لي الغريبة ينفع تتعمل بزبدة؟ لا، في ناس بتحب تعملها بس بتنشف مع الوقت، بتنشف بسرعة، بتنشف أسرع يعني. وإحنا بنبقى حابين نحتفظ بحاجاتنا شوية، وبعدين سريعة الاحتراق الزبدة عشان فيها نسبة مية فبتخلي الغريبة تاخد لون، واحنا مش عايزين كده. خليني انزل الجوانب كده، ناخد كده شوية من اللون نحط ونشوف الدنيا فيها ايه. زي ما انتم شايفين بصوا بقى بدأ اللون خلاص ايه يدينا اللون الأحمر، وبدأت تبقى القوام بتاعها كريمي كده، هتلم بقى معانا. وبعدين هبص على القوام بتاعها. طبعا يفضل بالنسبة للغريبة
ان احنا نسقعها شويه قبل ما نشكلها، يعني ده بيبقى برده خطوه احسن وافضل لينا. هوري حضراتكم برده القوام بتاعها، خليني افتح بس عليها كده تشوفوها. طبعا كل ما بنريحها زي عجينه السابلي كل ما تدينا نتيجه احسن، فالافضل ان احنا نريح العجينه. ممكن ناخدها زي ما هي كده نحطها في الثلاجه شويه ربع ساعه ثلث ساعه على حسب ما احنا عاوزين. بصوا كده العجينه اهي، شايفين حضراتكم ملساء، مش بت يعني، ممكن بقى عايزين نزود لها ندعم اللون سنه كمان عشان تطلع زي اللي احنا عاملينها بالظبط. هدعم كده نقطتين من اللون اهم بس كده، وبعدين نديها لفه كمان لطيفه وخلاص نطلعها بقى هي ساقعه. هتلاقوا بقى العجينه في ايديكم ساقعه، لكن في الحر في المطبخ وارد ان احنا نحس ان الحراره دي درجه حراره ايدينا بتسخن بتسيحها. انا مش عايزاها تفرش، انا عايزاها تبقى مظبوط. فانا خلاص هوري حضراتكم بس في بوله كده اطلع فيها العجينه بسم الله، وهوريكم وانا بشكلها. خلاص تمام اهي، نرفع بقى وننزل كده الايه الكف بتاعنا، هاخد كده العجينه اللي فيه خلاص، وهشيل ده وهنزل العجينه بتاعتي هنا. بصوا حضراتكم العجينه جميله ازاي اهي. طبعا نقدر نسقعها شويه في كيس او في كلانفول وبعدين تدخل الثلاجه تلت ساعه، ويا سلام لو بعد كده نبدا نشكلها اهي. بصوا حتى التشكيل بتاعها هيبقى رائع جدا، وهنبدا نشكل زي ما احنا عايزين. طبعا في ناس بتحب الغريبه صغيره قوي فلازم نعمل كده. هوريكم بس ان العجينه شكلها ناعم بعد اذنك استاذ سمير، نوريهم بس انها ما بتبقاش فيها اي شقوق. بصوا هعمل كده، بصوا العجينه لينه ازاي اهي وما بتلزقش، دي اهم حاجه. هعمل كده، لازم تبقى ناعمه ما فيهاش فوق شقوق خالص ولا شق، لان انتوا لو سبتوها فيها كده يبقى العجينه محتاجه تتشكل صح، يعني تتخدم صح زي ما بيقولوا. نديها كده خدمه بايدينا لحد ما تدينا النعوميه، ان احنا لو خبزناها كده هتطلع فيها شق وده مش حلو. وطبعا الحراره لازم تكون حراره بسيطه، يعني حراره على 150 لا اكثر ولا اقل. الشبكه في النص، هوري حضراتكم دلوقتي انا هشكل شويه على الصاج لحد ما نرجع بعد الاستراحه، لان الحكم صفر وقال ان الشوط الاول خلص. هنطلع استراحه ونرجع نكمل مع حضراتكم في الشوط الثاني، مستنياكم.